تناقش كل ما يتعلق بالحياة الأسرية، من زواج، من طلاق، من حضانة، نفقة، إيرت، مجموعة ديال الأمور اللي كانت التي تعيشها المرأة المغربية أثناء الزواج أو أثناء الطلاق والمعاناة ديال الأطفال. أعطي الكلمة الآن للأستاذة المحامية. منظمات كأحزاب كنقولوا تغيير شامل وجذري وعميق لمدونة الأسرة. هاد المدونة اليوم منظمة النساء الاتحادية تتستمر في النقاش ديالها المرتبط بالمراجعة مدونة الأسرة. هاد المراجعة بغيناها مراجعة شاملة ودقيقة من المادة 1 إلى المادة 400. علاش هاد المراجعة؟ وعلاش حنا خرجنا من المقرات الحزبية إلى الفضاءات العمومية؟ لأننا تنعتبروا نقاش المدونة ماشي نقاش نخبوي، نقاش يرتبط بكل أسرة مغربية، لأنه إلا سولنا النساء المغربيات على شنو واقع ولا الحكايات اللي تسمعوها في دربهم ولا في القريه ديالهم ولا في الحي ديالهم، غيقول لك ايه كاينه صعوبات في الوجه المراه المطلقه الى الحق الى 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 النفقه، هناك صعوبات في تدبير مشكل الحضانه، مشكل الولايه، المراه عندها الحضانه وما قداش تقيد ولدها في شي مدرسه، خصها تاخذ الراي ديال الاب ديالو، ما قداش دي الطبيب حتى يوافق الاب ديالو وغير ذلك. وحتى الاب الا سولتي غيقول لك راه تحرمني انني نشوف ولدي، الى غير تزويج القصيرات. فيه مشكل تعدد انواع الطلاق في المغرب، فيه طلاق وتطليق، فيه مشكل. لهذا حنا تنقولوا محتاجين مراجعه شامله ودقيقه لمدونه الاسره من الماده 1 للماده 400 باش توافق مع التزامات المغرب الدوليه في مجال حقوق الانسان، وتوافق مع الدستور المغربي، والاقل ما يمكن ان توافق معه هو هذا الواقع اللي تعيشه النساء المغربيات والاسر المغربيه في ظل قانون اصبح متجاوزا بين الواقع واكراهات التغيير. فتتفضل. شكرا سعاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.